يا ماما يا ماما مش وقت مش وقت. انا وصلت ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه. خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده رجلي اللي رجلك ايه؟ انا مالي من عايز انزل عندي شغل. اتفضل لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه ده ركبها بتقول ده ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيره زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك ده انت اختي. ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه. ده احسن محامي على مستوى شارعنا. ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه. انا اسف اتاخرت عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرني ايه عيب كده يا ماما. انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر مع السلامه مع السلامه. معلش معلش دي قضية الخلع. ها طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام. وانت هخلعك وهجيب لك اعدام مش اخلعك بس. يا استاذ تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه. ها اه طبعا. ما هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ دي قضية خلع. يلا 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 يا استاذ اتفضل معايا. ده هو حظه نحس شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده مين ده؟ قابل فوق يا مدام. مين الراجل ده تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق. انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل؟ لا اقبل ده. ده يوم اسود هو واهله. احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب. انا هدخله داخله في المحكمه يوم اسود. اتفضل لو سمحت ساعدين عنك يا استاذ. اتفضل. ده لابس شرطي. ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها. هذا الأب العظيم الأب الحنون اللي كله تواضع فممكن عنده 100 بدلة يا فندم لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي أنا مختلف مع الأم دي كتير لكن في النهاية يا فندم هي أم. طب أقول إيه؟ ما هي أم أختي. أقول راجل يعني؟ سيادة القاضي أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم. هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده وعارف كل ألاعيبه. يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقهم. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ ارجوك يا فندم عشان مستقبلي انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر يا فندم. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر. الله عليك يا استاذ. الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد من يسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا ده انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب احنا عايزين نتفق. البنيات كده الافيان كده مش كله يضرب نفس الضربه عشان ايه؟ اضربوا يا رجاله. اديله اديله يا ابني مدي. اضربه اديله يا كريم. انا بحذرك حد مدي. اهدي ايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركم عني حد مدي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى يا شاي يا محمود البط اساله عن حد بتعرفه ولا لا؟ كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقطعوه. اضربه يا كريم. Thank you.
الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياه ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، كلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من صفك نصف كبير، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام، اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين، اه. مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك، بس انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المواعيد. ايوه ايوه، وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. امر. العنوان ده تقفل معايا وتروحوا على طول، وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر، بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. لا، في حد بيتهدد بيقطع التهديد وروح اتغدى؟ صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امر. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي؟ يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمه يوم هتفتح يا خالد. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ ناجو باديكير. حضرتك بتستظرف معايا. حاضر، لو سمحتي مدام ناجو باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست. لو تكرمت. حاضر، واعمل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ ما نشوف اخرتها. يا اخوانا فين ناجو باديكير؟ مين؟ ما تقول ان انت هنا. ما تقول اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها، فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاك مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذة يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي، هقوله مرة واحدة. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ أمال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا أخويا؟ مش مسموح لي أقول معلومات أكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة، نجوى باديكير بتقول لك إنها بطلت تلطش من سنة 88. 88. عن اذنك. لا براحتك عادي. نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. يا نعمة. صدق ان انت راجل تافه، وحياتي النعمة راجل تافه. تكلمت؟ لا يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي.
هو انا استغرب يا باشا، انا استغرب. قالت لي بلغتها الرساله، قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى بديكير بطلت تنتش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش هروح، اكتب العناوين دي. حاضر، مش هروح مش هروح، بس انا نفسي اعرف حاجه، انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني، اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شويه. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. سمعني يا ابني مش سامعه. الله يخليك. نعم. الله يخليك، اعدل لي السماعه لحسن من السمعه. اعدل لك السماعه ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد، انا مال انا؟ معلش يا حبيبي، انا زي امك برضه. طيب طب قربي شويه. اهو يا ابني ليلة سودة. سمع كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ؟ معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمه. خلي بالك عليها، انا عداهم حتة حتة. حتة حتة ايه ونيلة ايه؟ انا راجل محامي، انت مجنونة يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مرة اشوف لحمة؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبة جوه ولا ما بغيرش انبوبة لحد، انت اتجننتي. انبوبة ايه ونيلة ايه؟ ايه ودي؟ يا سلام، طب روح هات لي خمس ترغيفة من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شوية مية لو تكرمتي. بتقول حاجة؟ شخص لا، يا ربنا يطرشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه، ايوه شكل وجبن الرومي، ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكل قوي، الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكل الله يخليك. السلام عليكم. قلتها لي كده الله يكرمك، قلتها لي كده. ايوه شكرا. السلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر. بعدين عادي بني ادم يعني، ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا انا. ما انا بقول كده. انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك. ما تحكيليش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية حاضر. سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر. قلت حاضر ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه، انا كنت هشرب من كام. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيت. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيت. لا مش هكسر البيت، لا مش هكسر البيت. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ها؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك. والله اقف. ايوه ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعه، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه 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 تطلعي انت الراقه؟ أهلا أهلا. ليه يا امه؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش.
ما تستفزنيش. ايه الفشة دي؟ ما فيش دعوة. ليه عملت فيها المرمطة دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمة ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرت صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي احيانا انا بستعمله مراية، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يما، حرام عليك. معلش يا حبيبي، نفسي اسمع بس حاجة واحدة، انت عملت فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف، سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي. انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ الو انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ انت فاكر اني خايف؟ انت اهبل ولا ايه؟ عمري ما قبلني واحد زيك انت، منه اقلق طز فيك، انا لو اتخلق هفوت فيك. انت مين؟ انت عايز مني ايه يا عم؟ انت مين؟ شطبين انا لو على راسي بضحك كنت اسمع كلامك، بس اللي قدامك ده اسف صخ سليم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت مين؟ انت مين؟ عايز ايه؟ ابوس ايدك قول لي انت مين.